كيف تتكلم كده عربي؟ مولود في امريكا وبعدين كبرت في تشاد وعشت في السودان وليبيا وكذا يعني لفيت. تجسس يعني؟ جسوس ها؟ يعني عادي واحد بكون يعني مولود في اي مكان وبتعلم اي لغه ثانيه. انت ما جاسوس؟ هذا ما غريب انا ما جاسوس. جاسوس انا جاسوس معلش ما جاسوس صح الا جاسوس جاسوس صح جاسوس ترى كده. فين مشيت في الدول العربيه يعني؟ يعني مشيت اليمن وقطر والامارات يمن. و ليبيا والاردن ولبنان. جيت قاعد هسه السعوديه. جاسوس يعني ها؟ لا انا ما جاسوس الا جاسوس. جاسوس انا ترى قلت لك انا ما جاسوس. جاسوس الا يلا.